القصة الإنسانية، الطبيب اللي بعض الزملاء احتفلوا بخروج 10 حالات من اللي كان عندهم حالات إيجابية وتم شفائهم، وكان رأس معاهم. لا قبل الصورة دي يا جماعة، والتقينا مع الدكتور امبارح تليفونيا، وتواصلت النهاردة مع المسؤولين محافظة الغربية، فعرفت انه محافظة الغربية عمل تحقيق في خلال 3 أيام، يعني بكره او بعده، بكره او بعده هيبان التحقيق. ونتمنى من الدكتور طارق، واستاذ اكاديمي من جامعه قناه السويس، انه بعين الدعم الجيش الابيض ده، 1 2 عملنا شبه استفتاء، الناس كلها مع الطبيب، ممكن في بعض الهنات ممكن، لكن احنا بندعم الجيش الابيض بكل مراحل. عشان كده برضه عندنا دعم كبير دلوقتي كمان في يامن. يامن ده طفل تم ولادته في مستشفى كفر الزيات، الوالد والوالده عندهم كورونا، فالدكتور غنيم اللي هو المسؤول عن المؤسسه وعن اداره المستشفيات الجامعيه وعميد كل الطب جامعه طنطا، عملوا اسبوع امبارح في عدم وجود الاب والام لوجودهم بالعزل. وده يامن اهو، يامن ده ابن مصر، يامن ده تم الاحتفال بيه من الجيش الابيض، بنقدم له كل تحيه. ونحاول نتواصل دلوقتي مع الدكتور غنيم المسؤول واللي قدم اللمسه الجميله دي، ونقول لي يا من ليك هديه ان شاء الله، هديه من برنامج هو ده، بس الام والاب يطلعوا بالسلامه ان شاء الله، ونقدم له هديه. قد ايه مصر طيبه وعظيمه، والجيش الابيض في مصر بندعمه، بندعم ولادنا وابنائنا في الجيش في الشرطه، ودلوقتي في المرحله دي احنا كلنا بدعم مطلق للجيش الابيض. وشفتوا التبرعات من كل رجال الاعمال، كل المؤسسات، وبنتكلم على ابتكارات في طريقه التبرع، مؤسسات كثيره تبرع معنا. الدكتور غنيم بنحاول نتواصل معاه، وايه حكايه التواصل؟ نتواصل معاه دلوقتي، لكن برضو انا لما نتواصل مع الدكتور غنيم، في شباب اسكندريه عملوا لقطه في منتهى الجدعنه، لقطه اتمنى تبقى لو احنا نفتح المساجد، هنفتح الحياه، اللي عنده قدره يعمل كده زي الشباب دول. دول جابوا بوابه للتعقيم حطوها، اعتقد اهي ده في الميدان اهو، ده اعتقد ده على الكورنيش بقى، كل اللي يعدي بدل ما تلبس مش عارف ايه عملوا له التعقيم اهو اهو. هم الشباب ما شاء الله عليهم، بقدم لهم كل تحيه، بقدم لهم كل تحيه، واهم طالعين. بصوا الصوره دي بألف كلمه عفوا، بقدم تحية لأصحاب هذه المبادرة، هذه الصورة، هذه المؤسسة. بعتذر لأنا يعني ما اعرفش مين دول تبع ايه، لو عرفت تقرا يا جماعة قولوا لنا الشباب دول ايه، بس دي صورة اليوم بنقدمها في وسط الشارع تعمل ده. يعني ده ممكن بقى في الميادين، ممكن في المطاعم، ممكن في الفنادق، ممكن في النوادي لما تفتح، لأن احنا مقبلون على الفترة اللي جاية هيبقى في تعايش مع المرض، كل الاجراءات الاحترازيه، بس ابعد متر مترين. وقلت لكم امبارح في دبي فتحوا المطاعم، ما حدش راح من باب الوعي، في المانيا ما حدش نزل من باب الوعي، في هجوم شديد على حكومه المانيا انه ازاي تعمل كده، لكن الشعب ما نزلش. انا خايف بكره رئيس الوزراء يقول انزلوا نلاقي ملايين في الشارع، لا ده الفتره الجايه هنعمل اجراءات احترازيه. نعود لقصه النهارده، يامن السبوع ده اللي والدته ووالده في الحجز الحجر الصحي، بنقول لهم يقوموا بالسلامه. دكتور غنيم اهلا بحضرتك، وبشكرك واحييك على عملكم وعلى ادائكم وعلى القصه الانسانيه. اهلا بحضرتك، اهلا بحي حضرتك، اهلا بيك وتحياتي. وحضرتك انت المشرف على كل مستشفيات طنطا. الحقيقه انا دكتور احمد غنيم، عميد كليه طب طنطا. انا قلت كده حضرتك في المقدمه، اتفضل. تمام يا فندم. احنا الحقيقه في كليه طب طنطا مشرفين مع التعاون مع اطباء مديريه الشؤون الصحيه بالغربيه اللي خاصه بوزاره الصحه. تمام. مشرفين على مستشفى العزل بكفر الزيات. تمام. احنا الحقيقه دلوقتي قدمنا في فوجين راحوا، الفوج الاول اللي هو قعد 14 يوم واللي حضر الولاده بتاعت يامن. معانا الدكتور مصطفى والدكتور محمد الملاح، ولادنا من كليه طب طنطا. تمام. مدرسين مساعدين في قسم التخدير، هم اللي قاموا بتخدير الحاله. ومعانا دكتور محمد حجازي اللي هو دكتور الاشعه المختص اللي عمل الدوبلر للام اللي قامت بالولاده للاطمئنان، ومعانا زميلنا دكتور اسمه ابراهيم من المستشفى من وزاره الصحه هو اللي قام بالولاده. وطبعا دي من الحالات النادره، يمكن دي اول حاله الطفل يامن، ان والحمد لله بطمن الناس ان الطفل يامن كان اول تحليله وثاني تحليله طلع الحمد لله نيجاتيف، بالولد سليم الحمد لله، ومامته بحاله صحيه جيده.
والحقيقه ده كان في الفوج الاول، وهو حاليا برضو بقول لحضرتك ان الفوج بعد ما بيطلع او الفريق اللي طلع حاليا هو معمول له عزل خاص في مكان ما في جامعه طنطا عندنا، ان احنا عازلهم 14 يوم تاني، يعني بعد ال 14 يوم اللي هم بيقعدوا فيهم بيضطروا كمان الولاد يفضلوا 14 يوم. بتعملوا لهم يعني من باب الوقايه والحجر وعشان برضو يتم ان شاء الله ما يكونش عندهم العدد. تمام. هو اتعمل لهم الوزاره بتعمل لهم الحقيقه تحليل رابيد تيست، واحنا في الجامعه باجراء ان احنا كمان يومين هنعمل لهم تحليل تاني لكشف سريع للاطمئنان عليهم، وعشان برضو نطمن ان هم يبقوا ان شاء الله يعني خارجين ويوصلوا بيتهم ووسط اهاليهم. وطبعا انا بكرر لهم الشكر وبقول لهم كل الشكر الحقيقه على ان هم ده كان الفوج الاول، وقد ايه ان هو الولاد ان هم كانوا بيعتبروا ان هم يبتدوا الاول. الفوج الاول كان متحمل كل المسؤوليه، المستشفى كانت لسه بتفتح جديد، دخلها حوالي 140 او 170 حاله. الحقيقه حققنا في مستشفى كفر زيات، وانا بشكر كل القطاعات اللي شاركت، ان احنا كانت مستشفى كفر زيات العزل من اقل حالات الوفيات، ما تعدتش 1.5-2%. ما شاء الله. عالجتوا كام حاله يا دكتور؟ دكتور احمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس اداره مستشفيات الجامعيه، صلحوا يا جماعه البص. اتفضل يا دكتور. اتفضل. فبقول لحضرتك الحمد لله ان احنا كمان عاملين معاهم، هو من فريق عمل يعني، هم العشرة وراهم مجموعه كبيره من الاساتذه، من اساتذه الصدريه، بحيث ان هو اي مشكله هم بيتعرضوا لها بيرجعوا لاساتذتهم يبتدوا يعملوا تعديلات بسيطه في البروتوكول المخصص من وزاره الصحه. عندنا اساتذه مشاركين في اللجنه العلميه المشكله في الوزاره، حتى كان في بعض الاحيان بيحتاجوا تدخل من دكتور قلب، تدخل من دكتور يعني اللي كان شكل متكامل، ونقول تغطيه طبيه من كل النواحي. لكن حضرتك بالنسبه ليامن، والده ووالدته عندهم كورونا الاثنين، تمام، وهم لسه في لسه معزولين يعني والدته مثلا بترضعه ولا بتعمل بيتواصل ازاي يعني؟ هو طبعا انا مش عايز اقول يعني تفاصيل دقيقه، لكن انا اعتقد ان هو مش يعني مش بيرضع من والدته، لكن هو كان انا عايز اطمن الناس ان الولد يامن الحمد لله لم يصب بالكورونا، الحمد لله. الحمد لله سلبيه، الحمد لله. تفاصيل دقيقة مش عايز اصرح بيها، او يعني مش عندي كامله في الجزء ده، لكن احنا بنطمن دايما على الناس اللي جوه، دايما بيجي لنا تقارير او هم بيحتاجوا. كان عندنا برضه طفل كان بيتعالج من الاورام وبياخد جلسات كيماوي، فان احنا ما عندناش دكتور اطفال كان موجود داخل العزل، عشان حتى تم التواصل مع اساتذه علاج الاورام عندنا في جامعه طنطا الدكتور محمد شنشوري، فعملنا زي لايف يعني محادثه لايف ما بين الدكتور المعالج دكتور البطنه زميلنا او ابننا اللي هناك من جامعه طنطا، عشان يبتدي يظبط معاه الجرعات والاشعات اللي بيبعتها لنا اونلاين عشان نقدر ناخد. فاحنا برضو قدرنا ان احنا نخدم ده، يعني حضرتك عارف ان ما كانش في دكتور نساء موجود في 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 فرق العزل، لكن الحقيقه توفرت الوزاره ووفرت حد من ولاد من وزاره الصحه عندنا في الغربيه، فقام بموضوع الولاده. ويعني خلي بالك ده هم يمكن ثالث حاله في مصر يكون الام عندها كورونا، اظن في حاله في الغردقه، حاله في منطقه تانية، والثالثه في طنطا في كفر زياد في المستشفى دي يعني. تمام. طبعا هو يعني انا طبعا كانت دعواتنا لوالدته لانها كانت متعرضه يا رب. كان فتره الحمل كانت صعبه جدا، وان طبعا كان في خوف من التدخل، الولاد فعلا قدروا ان هم يعملوها تخدير نصفي برضه عشان يقلل تعرض الدكتور عن طريق تركيب انبوبه حنجريه او خلافه تعرض الدكتور وهي ولدت قيصري، واحنا الحمد لله تابعنا معاهم الخطوات مرحله مرحله ودقيقه بدقيقه، وكانت فرحه كبيره جدا جدا ان احنا الحمد لله نطمن على الولد ونطمن على مامته ان شاء الله. ان شاء الله. حضرتك عملت اسبوع بقى، اسبوع كده، وطبعا قدمته وبعدين عملت له اسبوع يعني. هم عملوا له طبعا احتفال كبير جدا جدا واسبوع، وعايز اقول لحضرتك ان يعني احنا تقريبا 24 ساعه، لان احنا بنتابع الفرق كل دقيقه، كل 6 ساعات بيبقى في فريق بيتولى بيستلم المستشفى، وفريق ثاني بيستريح من 12 ل 18 ساعه، بنتابعهم في علاجهم، في تغذيه الدكاتره، في الارشادات الهامه بيهم، لان هو فريق وكل يوم على فكره بيكتسبوا خبره زياده، حتى الفريق الاول بيتواصل مع الفريق الثاني اللي هو معزول جوه المستشفى. ربنا يعينهم يا رب. على فكره ظروف صعبه جدا 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 طبعا، يعني نفسيه ورعب، ويعني هم خط الدفاع الاول بيتعامل مع مريض وكورونا مش عارفين متر ولا 5 متر ولا بالهواء ولا باللمس، يعني الاقوال متضاربه، لكن هو وباء وكل الاجراءات بتعملوها، ربنا ينجيكم. دكتور احمد، عاوز اسال حضرتك سؤال اخير. امبارح استضفت تليفونيا الدكتور متولي والمشكله اللي حصلت معاه، مش عارف راي حضرتك ايه في هذه المشكله يعني؟
انا طبعا يعني اولا طبعا انا اكن كل احترام للدكتور متولي واكن كل احترام للسيد الوزير المحافظ العربيه. يعني الحقيقه احنا في ظروف صعبه جدا. انا طبعا ما اقدرش ان انا اكون في طرف يعني هذا السؤال بالنسبه لي شخصيا، لان انا ببص للدكتور متولي ان هو رجل ادى اداء على مستوى عالي جدا، وسياده المحافظ دكتور طارق رحمي محافظ العربيه بيؤدي اداء عالي جدا، هو راجل ممتاز. لكن ارجو سرعه الفصل في هذا الموضوع، الراجل عنده سكر وقبل انه يخش في فريق العمل. اكيد الدكتور متولي كان اكيد الدكتور متولي ادى اداء ممتاز الامانه، لو تقييمه في كاداء العمل الطبي كان اكثر من رائع. اداء طبعا مش من حق اقيم، لكن انا كمواطن مش عايز اقول كمنصبي كعميد كليه، اداء انا مواطن من محافظه عربيه كاداء سياده المحافظ اداء عالي جدا جدا. فانا مش عايز احصر اداء سياده المحافظ او دكتور متولي في واقعه زي دي تختلف فيها الاقاويل، لكن انا اتمنى احنا كلنا ايد واحده وكلنا بنحارب هذا الوباء، هو حاجه جديده علينا، كلنا ممكن نقوم بتصرفات لا اراديه، لكن انا اعتقد ان الامور هتتحل بحكمه من الاستاذ دكتور طارق رحمي محافظ الغربيه وحكمه من الدكتور متولي، واعتقد ان احنا كلنا ايد واحده ليس في جانب طرف عن طرف. ويعني انا اتمنى ان الموضوع يتحل برضا الجميع، واتمنى طبعا الخير لبلدنا، يعني مش عايز يكون ده سبب ان احنا نختلف في جزئيه زي دي، لان الاثنين قاموا بدور على اكمل وجه. انا بشكرك دكتور احمد غنيم، عميد طب طنطا، عميد طب طنطا ورئيس مجلس اداره المستشفيات الجامعيه، والمسؤول عن اداره ازمه كورونا في المحافظه الغربيه. وكنت بسال امبارح الطبيب اللي فرح، مش هقول رقص لان كلمه رقص دي فيها يعني إساءة شوية، فرح بخروج بعض المصابين وهو بيتعرض مش هقول لأزمة نفسية، لكن احنا محتاجين نعمل دعم لكل الجيش الأبيض، بنقدم له كل دعم وتحية من برنامج هو ده. عندنا فقرات كتيرة وهنحاول نتواصل مع سيد وزير التعليم العالي، لكن سؤالنا كان امبارح وسؤال وطني هنا أهمية الإعلام، وقلنا وقدمنا لكم زيارة لما انا رحت هناك في المكان العظيم في دنشواي في المنوفيه، والنهارده كان في اجتماع سياده الرئيس مع رئيس الوزراء وزير الدوله للاعلام عن اهميه دور الاعلام. عشان احتمال نتكلم النهارده على قضيه السوشيال ميديا والمشاكل والبنت اللي موجوده في الحبس، هنقول تفاصيلها. لكن في الوقت ده نتعرض لموجات عنيفه من خلخله التوجه واراده المصريين. اثبت على موقفك، ارفع راسك لفوق، كمل حياتك وانت بتتمتع بوطنيتك ومستقبلك هيبقى احسن، هنعدي الازمه على احسن ما يكون، بس محتاجين حاجتين، نصبر وماذا بعد كورونا.